بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. كذلك في السورة دي ربي ذكرنا بالكتاب العزيز، خاصة أنا يظهر لنا ذلك في هذه الآيات. يقول ربي فأن كلا إنها تذكرة، أي حقيقة القرآن هو يذكر فيك بالشأن الإلهي، أن الاعتناء بتبليغ الرسالة أكبر هم تحمله يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. كلا إنها تذكرة، يعني الآيات التي سبقت هي من القرآن لتذكرك وتذكر غيرك اللي مشي منك بما يريد الله من خلقه. اتصور انت لم تنزل اي سورة قرآنية، ولا لم تنزل التوراة كما نزلت في البداية، ولا الزبور، ولا الانجيل ذا جوسبل، اتصور ما نزلوش هذوما، تصور، ولا صحف موسى ابراهيم وموسى عليهم السلام، تصور كيفاش تكون البشريه؟ توا تنزل هذا من كل البشريه تعاني. علاش تعاني؟ خاطر اللي نزل عوض به. وزاد اليوم القران اللي عاملين روحهم اهل الاسلام عندهم كتاب ليس كمثل كتاب وهو اتى على كل شيء واسس كل الواجبات وكل الحقوق وهلم جر، ولكن لا يعملون بها الآيات، بل هم في غفلة عما في القرآن من خيرات ومن بركات، وهم أشأم حظا وأشأم خلقا حين يكونوا كالأحمرة تحمل كتبا، تحمل كتاب الله قولا وتنقضون ما قلتم عملا ونية وقصدا. ولهذا رد بالكم إذا كان اليوم الذلة تسكتك عليكم كما يقول العامة، لأنكم أنتم أخبث من اليهود والنصارى، وأنتم أكثر منهم خسارة، وإحنا أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل ربي اللي تقول أهل ربي تمنيكم عليكم. نعم من أهل ربي، بل أنتم نطقتم بما يجب أن ينطق في شأننا. أي يا أهل ربي ماشي غر احنا باش تملك علينا، إذا كمان مغرور وغر والعبي بيس كما يشتهي، وأنتم وإن كانت قدرتكم لا تساوي شيء، عن نحن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألف كأف لا وزن لكم عند الله. وحتى كيف ربي يضرب بعضكم ببعض، لأنه لا يعلمكم أنكم لابد من الرجوع إلى دين التوحيد، ما عليكم كان اتباع الرسول الكريم الذي وحد الأمة بفضل الله، وما عليكم إلا ترجو القرآن كما أراد الله لا كما أراد الشيطان، أن تغيروا من شأني وتستخبوا به وتحطوه في الزيطالاج. يعني عندي هو القرآن، انظر هنا أدرس، يعني تقربي كيفاش تقربي؟ تقربي كيف؟ تقربي كعادة ولا كعبادة؟ يلعب بيك بليس اللي انت تقرأ القرآن باش يجيك النو، حيلة من الحيال اللي طب عجز باش يجيبو لك النو، لي زيكنوتيك لي ترونكليزون اكسيتيرا لي زونتي ديبرسيون ما كلاوش. وقت اللي ترجع للقرآن رغم نيتك الفاسدة ربي يوريك لي القرآن على بركة عظيمة. إلى متى يكون اللعب بالقرآن؟ تدم أشم حال من غير وبدلوا التوراة والزبور والإنجيل، نسأل الله السلامة.